سلام على سيد الشهداء اللهم والي من والى الحسين وعادي من عاد الحسين اللهم العن قتلت الحسين اللهم العن قتلت شيعة الحسين يا منتقم يا قوي يا شديد انتقم لنا ممن أساء إلى شيعة الحسين وإلى شعارات الحسين يا غريب يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم كربلاء لا تأمن الدهر إن أسدى إليك يدا ولا تثق بامرئ واساك أو عضده لا تأمن الدهر إن أسدى إليك يدا ولا تثق بامرئ واساك أو عضدا فالناس والدهر إن ودا وإن عطفا لابد أن يمكرا فاحذرهما أبدا ولا تذل لخطب جل موقعه إن رمت عزان فبالعز العز في البلاء إن رمت عزان فبالعز البلد تحدى فحارب الدهر إما الفتح تدركه أو تغدو طعم القنا للمكرمات فدا ألا ترى كيف أرباب الحفاظ قضوا صبرا كراما ولم يعطوا العدو يدا غدا تأقبل قطب الكون غدا تقبل قطب الكون في نفر قرينه البشر في يوم وغن ونداء وحط رحل السرى في كربلاء وبنى مضاربا أصبحت من دونها رصد فأقبلت آل سفيان بجيش مكثف الله أكبر ملأوا كربلاء خيل رجال ملأوا كربلاء جيوش كلها على محاربة الحق كلها على الحسين الله يرحم السيد حيدر حيث يقول كفاني ظنا أن أرى الحسين شفت آل مروان أضغانها وأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها بجمع من الأرض سد الفجوج وغطى النجود وغيضانها وطل وحش يعني ما تحصل فجوات كربلاء كلها ملئت وطل وحش إذ لم يجد مهربا ولا زمة ولهذا يحصى كالجراد الجيش الذي نزل بمحاربة الحسين كالجراد الله يرحم الدمستاني يقول فأضلتهم جنود كالجراد المنتشر مع شمر وابن سعد كل كذاب أشر شعر آخر يقول أحصاهم عددان وهم عدد الحصى وأبادهم وهم الرمال يعني يشبه بالرمل الله أكبر معركة كثير العدد من جانب قليل زينب عالمة لما تنظر إلى هذا الجيش لنا تسأل الحسين هذا لنا أم علينا ترى هي عالمة زينب يعني مو جاهلة بالأمر ولا تعرف هذا الجيش لنا أم علينا كله علينا يا سيدي ها طلعت من خيام العدا زينب طلعت من خيام النساء زينب تنادي يا اخوي هالعسكر ترى ضيق الوقت وان كان هاللي خيموا كلهم عادي كلهم يا اخويا للحرايب مستعدي تبقى منازل نخلية في المدينة كافي الله ان كان رحت احنا ولينا الله يعديك البلا رد هالضعينة يا الارض المدينة للوطن يا ابو علي زين
عجل. الله أكبر. قالها ودموع العين فوق الخد فيض، خلصت يا زينب مدتي والعمر قوى، راسي بخطي يرتفع والصدر يراض، وساعة القشرة عقب عيني يصيري حمل الله من العطية. ها واللي يقبالك يا حزينة من الرجاجي، كلهم وعدهم من تصاك الخيل بالخيل، ساعة ولا يبقى بخيمكم غير لعلي، كل من يسمع يذوب قلبه من ونينه. زينب أمامش البلاه، أمامش المصايب، قلبش يذوب وينتحل من سفرة الشام، ويشي براسك يا حزين بذيك ليا، كل ساعة توقع لشيتيمه من هليتا، تلوى عليها صياطهم وانتي تشوفي. قالت عجل يا حسين للذلة جبتني، برض المدينة أبو علي كان تركتني، يا حسين وين الملتجأ أهلا ضيعتني، ما اقدر على هالحال يا نسل الميامين، لكن يا اختي يا زينب كربلاء عزنا ودخرنا. الله اكبر. الماتم عمها، الماتم مكان ذكر الحسين يسعدنا. يا اختي يا زينب كربلاء عزنا وسعدنا، لو ننطرد بالسيف عنها من طردنا، يا ما بلد قاسي يا زينب من بعدنا، نزلوا عن خيولهم إنا لله وإنا إليه راجع، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. سئل الإمام الصادق سلام الله عليه ما أفضل ما يفعل في شعبه، فأجاب الإمام سلام الله عليه أفضل ما يفعل في شعبان الصدقة والاستغفار، ومن تصدق بصدقة في شعبان رباه الله كما يربي أحدكم فصيلة حتى يوافيها يوم القيامة وقد صارت مثل أحد، يعني مثل جبل أحد. الغذاء الروحي أهم إلى الإنسان، كل إنسان له غذاء جسمي غذاء روحي يختلف. الغذاء الجسمي الطعام، مطعم ومشرب، هذا يتغذى حتى ينمو الجسد وتنمو الأعضاء، يتقوى إذا ما يأكل صوب الضعف نهار له، لكن الواحد اللي يأكل كذا وهكذا. غذاء جسمي، غذاء الروح، وغذاء الروح أهم وأفضل ولا يقاس. غذاء الروح العمل الصالح، الذكر، الأدعية، الصدقة، كل ما يرضي الله جل وعلا غذاء روحية، ولهذا الأغذية الروحية هي ذخيرة إلى يوم الحاجة، يعني إلى يوم القيامة. غذاء روحي، شوف الروح أهم، الروح له غداء غداء والجسم له غداء، وطبعا هو الإنسان شنو؟ جسم وروح،
ولابد يوم من الأيام تنفصل الروح عن الجسد. شنو؟ طريق الموت، وسيلة الموت. يعني إذا مات العبد انفصلت الروح، خلاص راحت فيه، راحت في مسلكها. وين؟ إذا كانت الروح، إذا كان صاحب الروح أو العبد طيب وعمل طيب، هذه الروح إلى عليين، وما أدراك ما عليين. وإذا كان صاحب الروح شقي، الروح شقية، أصحاب الرذائل ابشروا بالتنكيل، وابشروا بالعذاب والذل والهوان بعد انفصال الروح إلى وادي يسمى وادي، إلى ذلك المسلك الذي ذكر، سجين. وما أدراك ما سجين؟ لا خير في خير عاقبة شنو؟ شغل الإنسان لو فكر، لا خير في خير عاقبة نار. انظر للعاقبة، انت انظر للعاقبة، لا تنظر إلى المقدمة والمبدأ. لا يدوم أم ما كان لله ينمو هذه الإغراءات وهذه الأمور وكذا، أو من أعطيك ومن أعطيك ومن أتعاهد، وشمس وقمر وفئي، شنو هذا؟ شنو هالعقليات هذه؟ الغذاء، الأغذية الروحية عمي مميزة لها معانيها. شنو أنت؟ يعني أنت بتفجر وبتتغدى ويا النبي وبتتعشى النبي؟ شنو هذا؟ شنو هالعقليات؟ زينة المر، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، زينة المر عقله، العقل وسيلة للخير، الغذاء الروحي، لتجنب الرذائل، تجنب المعاصي. ربما البعض شرائح بشرية اليوم ما عندها عقيدة بالله ولا ذرة، أكو يعصي ويتمرد، يعصي ويتمرد، يسفك الدم ويتمرد ويتغطرس، وليل نهار في معصية الله، ملتات في معاصي الله. وش حياته هذا؟ وش نهايته؟ عاقبته؟ نسأل الله وإياكم حسن الخاتمة. اللهم أعنا على أنفسنا كما تعين به الصالحين. فشاهدنا، نرجع لسؤال الإمام لما سئل ما أفضل ما يفعل في شعبان. نحن في شهر معظم، نحن في شهر مفضل، اللهم واجعله لي شفيعا مشفع. لا حد، ترى هذا الشهر شهر معظم، ترى هذا يشهد عليك، يشهد إليك. اللهم فاجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى رضا الله، رضا الله في طاعته. الله أخفى رضاه في طاعة. فالإمام لما سئل ما أفضل ما يفعل في شعبان، قال الصدقة والاستغفار، ثم قال ومن تصدق. ترى أفضل الأمور. ولهذا الآن إذا انجي إلى الأعمال الصالحة، أعمال العباد، إذا مات ابن آدم في الحديث القدسي، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. صدقة الجارية، يعني الإنسان إذا تصدق عن الأموات، اذكروا أمواتكم، مو بس بالفاتحة تذكرهم، بعمل الخير. ربما توجز عمل تقول هذا العمل أوهب إلى الأب، إلى الأم، إلى فلان، إلى روح. الآن عندنا موارد، ترى هذه كلها من أجل الطاعات. الآن أم البنين مثلا، أم البنين امرأة عظيمة جليلة قدر رفيعة شان، ترى البعض اليوم يتوسل إلى الله عن طريق أم البنين وبعمل يرضي الله. والله أنا بسوي وجبة طعام على حب أم البنين، مجلس حب أم البنين، أو حج وزيارة. زيارة، أحد العلماء إذا تعسر عليه أمر يندر بالنذر، يقول إذا الله أعطاني
الغاية وأعطاني حاجتي وكذا، لا أوكلن من يزور الحسين نيابة عن أم البنين. يزور يعطي نفقة، يعطي أحد المؤمنين نفقة يقول لي روح زور الحسين. هم زيارة الحسين إيش كثر فضلها، عظمها، ثوابها، مقابلها شنو؟ زيارة الحسين إذا قبلت يقول لك أنا أجعل هذا الثواب كله إلى روح أم البنين. جعله من أراد الله به خير قذف في قلبي حب الحسين. هم إحنا حبينا الحسين وحبينا أهل البيت، جعلنا أسس للإسلام، لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. والذين آمنوا أشد حبا لله، أحب الله من أحب، مو لا يروح يبغض الحسين. الحسين اسمه على قائمة من قوائم العرش، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الحسين عظيم، من أراد الله به خير قذف في قلبه حب الحسين. بالحسين اهتدينا، بالحسين استغنينا، بالحسين تعززنا، وهذا هو العز، العز المعنوي لطاعة الله. الصدقة في شعبان على كل حال مورد من موارد الخير والصلاح والغذاء الروحي، الصدقة. ومن تصدق، يقول الإمام، ومن تصدق بصدقة في شعبان رباها الله. الصدقة، الصدقة إذا عنونت بعنوان الإخلاص، أي عمل إنما يتقبل الله من يعني هذا اللي يمن وهذا اللي يعجب برأيه أو المرائي، أبعدنا الله وإياكم عن هذه الأمور، يعني ينفق مو للخير، لا مو لله، عما كان لله ينمو. صدق قليل أم كثير إذا كانت لله من الكفارات العظام. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه إن من الكفارات العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروه. الصدقة تدفع البلاء، تغلق أبواب الشر، وهكذا داووا مرضاكم الصدقة. ربما ذاك البعيد يشوف يقترض مال وطول عمره كله يدفع أقساط ويدفع ويسدد، ولعل علاج في دينه. وعظيمة مخوفة قد كفى. المشافي هو الله والمعافي هو الله. اللهم اشفي المرضى يا الله وداوي الجرحى. ترى عندنا جرحى، جماعتنا ما ننساهم، جرح القطيف، جرح الدمام ما ننساهم عمي، جرحى مرضى. اللهم اشفي المرضى في كل مكان، مشارق الأرض. يعني المريض أنت الآن لما تدعو له ومؤمن في وين، في بعيد ما تعرفه، لكن هو مؤمن، الله يشافي. دعيت إليه عن ظهر الغيب، مؤيد، مسدد، محبة إلهية. اللهم اشفي المرضى وداوي الجرحى وعافي المبتلى. الله سبحانه وتعالى، وفرج اللهم عن الأسرى واقضي الحوائج. أي حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها ولله فيها، لنا فيها أجر ثواب ولله صلاح، مصلحة إلينا. فنسأل الله أن يجيبنا ولا يخيب. اللهم لا تخيبنا. فالصدقة تدفع البلاء. يقول صلى الله عليه وآله إذا أصبحت تصدق صدقة تذهب عنك نحس ذلك اليوم، وإذا أمسيت تصدق بصدقة تذهب عنك نحس تلك الليلة، ولا تعلم ماذا يجري في الليل والنهار. صدقة. ولهذا موارد الصدقة لكثرتها لا يعد إسراف. الآن عندنا بعض الأمور ربما إسراف في المأكل، المشرب، كذا يسرف، لكن إذا انجي إلى الصدقة ما فيها إسراف، ما فيها، تقدر تصدق ليل ونهار. الصدق صدق على
تطفئ غضب رب صدقة لن تنالوا البر الجنة مقصود بالبر الجنة لن تنالوا البر حتى تنفق الله أكبر أحد سبل الجنة وطرق الجنة هي الصدقة المعنونة بعنوان الإخلاص ورضا الله قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أنت تسارع بالعطاء تسارع بالإيثار خصلتان أو خلتان يقول صلى الله عليه وآله خلتان لا أحب أحدا يشاركني فيهما وضوئي فإنه جزء من صلاتي والصدقة وضوء وصدقة الوضوء جزء من الصلاة الصدقة من يدي إلى يد السائل تقع في يد الرحمن ولهذا يستحب إخفاء الصدقة بل تتصدق باليمين لا تعلم لا الحد وهكذا إخفاء ذلك والله سبحانه وتعالى يعلم بما يعمل العبد يعني يعلم صدقة هذه لله أم رياء أم أكل بعض تروح ليه يشوف يصدق ربما أمام مجتمع كذا يعطي ولكن بينه وبين الله لا وهكذا الصدقة تغير الأحوال تزيد المال لا الصدقة لا تزيد المال إلا شنو يعني هي تجارة مربحة ويا الله لما تصدق بدينار أو بنصف دينار الله يعوضك وسيما الأموات يعني الآن انجي إلى حتى بالنسبة إلى زكاة الفطرة الله يبلغنا وإياكم ختام الشهر المعظم المبارك طبعا يجب صاحب العيلة وكذا الزكاة واجبة ولكن يستحب أن يتصدق للأموات بعنوان صدقة لا زكاة طبعا الزكاة على الأحياء فريضة على الأحياء هذا ميت أبوك أمك كذا خالك صدقة هذه قلت تصدق عنه يعني تدخل في عنوان ترى هي الزكاة شنو الزكاة هي صدقة إنما الصدقات للفقراء الزكاة هي شنو هي صدقة مرضية لله صدقة واجبة ترى أي عمل أعمال واجبة وأعمال مستحبة الآن الصلاة ماكو صلاة واجبة مستحبة صوم واجب مستحب حج واجب ترى هاي الأعمال كلها ترى عندنا مقسمة واجب ومندوب طبعا المندوب زيادة شنو زيادة ثواب مضاعف حسنات يعني أنت حجيت سنة واحدة خلاص يكفي العمر مرة الحج بس وما عدا شنو مستحب أنا بحج سنة والجاية وكذا المداومة على الحج الحج ينفي شنو؟ ينفي الحج والعمرة ينفيان الفرق الحج اللهم ارزقنا حج بيتك اللهم ارزقنا توفيق طاعة عموما فالزكاة واجبة ومستحبة المستحبة تتحول إلى صدقة مستحبة والله الإمام الحسين سلام الله عليه كان يخرج زكاة الفطرة عن أبيه طيلة حياته الإمام زين العابدين كان يستخرج زكاة الفطرة عن أبيه سيد الشهداء طبعا هذه دروس نقتدي بأهل البيت هذه أعمال هي تجارة مربحة فالصدقة خير تجلب الخير تجلب الرحمة الصدقة رحمة وفعلا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة ونحن في هذا الشهر شهر الرحمة وشهر المغفرة شهر الرضوان فهكذا لا نبخل بل يبكي ولا أحد الشعراء يبكي على الذاهب من ماله وإنما يبقى الذي هو يبقى
يا ابن آدم، إذا قال ابن آدم، إذا قال العبد مالي مالي، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي مخاطبا لابن آدم: وهل لك من مال إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت. صدق. الخرقة اللي رحت تلبسها تبلى، الطعام اللي تأكله يفنى، فضلات، لكن الصدقة تبقى، تبقى في الصحيفة وذخيرة، تجارة مربحة. وهكذا ما كان لله ينمو، وهذا هو النماء المعنوي. يقولون واحد في أيام زمن نبينا موسى، نبي الله موسى في زمنه كان عابد زاهد ورع تقي، يعيش الكفاف والقناعة، أن القناعة في ذاتها، القناعة كنز قانع وفقير، وإن من عبيدي ليصلحوا إلا الفقر. فنبه هذا العابد ليلة من الليالي، قال: يا فلان، أنت وزوجتك، الزوجة هي شريكة الحياة، شريكة العمر، أنت وزوجتك بقي من أعماركما 60 عام، 60 سنة باقي، مو العمر كله، باقي 60 سنة، أنت وزوجتك، وما بقي نصفه غنى ونصفه فقر. يعني هذه الباقية المدة من العمر 60 سنة، 30 و30، أيهما تحب؟ شو تريد يعني؟ تبتدئ بالفقر، هو فقر وغنى، شو تريد؟ قال لي: أنا بعد عندي شريك، خلنا نتفق على رأي واحد، أنا ما يصير أستبدي برأيي، أبدي برأيي أو أخالف شريكي، يكون اثنين على رأي واحد نتفق، إما نبدي نقدم الغنى أو نقدم الفقر، ما يصير. نتفق. أعطيك الجواب فيما بعد. فأصبح ذلك الرجل فأوعز إلى زوجته، قال لها: ترى كذا وكذا، شو تقولي؟ شو رأيش؟ ناخذ رأيش. مو قضية أن خالفوهن بالرأي، لا، هذا رأي مسدد وكذا، هي بعد امرأة إليها وعقل سديد مثل ما يقولون. قالت: يا ابن العم، لا نريد الفقر، نريد الغنى. طبعا هذه ظاهرة عند الإنسان، عند كل إنسان، حتى أنت والطفل تريد حاجتك الآن، لو باشر قال لك حاجة يا فلان، لك هدية تباها اليوم، لو باشر قال لا، هذا الشيء واضح. فقالت زوجته: نبتدئ بالغنى، خلنا نستغني. وفعلا إلى أن استغنى ذلك الرجل، وغير الله الأحوال. الله سبحانه وتعالى قال: الله سبحانه وتعالى أغناهما معا، أغناهما معا، يأتي الملك من يشاء. الله سبحانه وتعالى يهلك ملوك، استخلف آخر، هذا غني يصير فقير. هاي الدنيا أنت شايف الأحوال اليوم. أغفل الناس من لم يتعظ بتغيير الدنيا من حال إلى حال. ترى الدنيا فيها عجائب وغرائب، إلا مو متوقعنا، إلا كذا، إلا يا ما ناس تجار وأغنياء وصاروا شنو، والعكس، ربما استكثر القليل فقير، ربما استقل الكثير غنيا. هكذا نجد الأحوال متغيرة، ربما استقل الكثير فقيرا وغنيا، استقل الكثير فحذارا، أنت تأخذ الحذر، كأن الفقير صار غنيا وكأن الغني صار فقيرا، بالوجدان. فأصبح ذلك الرجل غنيا، فتغيرت الأحوال، فصار مليا، فالتفتت إليه زوجته توقظه. شوف الحكمة في ذلك، تقول له: يا فلان، أنت الآن في ضمان 30 سنة، ضامن غني، لا تبخل،
سدد انفق في الخير، ترها انت ضامن 30 سنة غنى، انفق في الخير لا تبخل، انفق على الفقراء والمساكين، يعني سدد اقضي حوائجهم، اعطيهم وسع عليهم، مو هم يجونك انت روح لهم اسأل كذا ابحث. فأصبح ذلك الرجل موفق، لم يشح بالمال إلا أن استغنى وتوفى، وهي تجارة قام يعطي 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 وضامن، إلى أن ما بقيت من الأعوام إلا سنوات عديدة، 25 الآن باقي 27 باقي 29 قال باقي سنة، يلا حن نستعد للفقر، حن بيجينا زمان، هذا الزمان شوي يصعبنا مثل ما يقولون، في شدائد وفي كذا، نصبر فصبرا على الفقر والبلاء، وإذا به لما انتهى من الفترة، وإذا به يأتيه في المنام صاحبه يقول يا فلان قد امتحنك الله في الغنى، وجدك خلاص اللي جاي بعد شنو كما مضى، يمتحنون العبد فقير يمتحنونه وغني فهذا الأمر الواقع. فنجد على أن الصدقة ترضي الله إذا كان مرضية لله، إذا كان الإخلاص، وإلا هناك من يشجب ومن يعصي، حتى بالصدقة يعصي الله فعلا، كما حدث بعد قتل الحسين، بعد قتل الحسين لما حملوا الرؤوس والسبايا وجيء بهم إلى الكوفة، خرج أهل الكوفة يتشمتون ويتصدقون، نفس الوقت يتصدقون على من؟ يتصدقون على أطفال الحسين، على يتامى الحسين، والصدقة على أهل البيت، طبعا هي حرام، هذه صدقة ليست صدقة مرضية، بل هي سخط وغضب لله، تتصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها. هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال، أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدق. الأندل الله أكبر، يتصدقون على يتامى الحسين ببعض الأطعمة مثل التمر والجوز والخبز، يا أهل الكوفة الصدقة علينا حرام، أما تعرفوننا؟ تخاطبهم الحوراء، تخاطبهم أم كلثوم، تقتلنا رجالكم وتبكينا نساء، يا أهل الكوفة الصدقة علينا حرام، تخاطبهم الحوراء بلسان الحال، كنكم يا أهل الكوفة ما تدرون بينا. عمي زينب عاشت في الكوفة فترة تعرف العرف، جنكم يا أهل الكوفة ما تدرون بينا، آل الرسول حيدر الكرار أبونا، تدرون بينا من حمولة وعزوة مجا، صبح ومسا ما تنقطع عنا الوفاة، وصدقون على اليتامى بفاضل الزهر، يا ريت صاحب هالفعل تقطع يمي، حم الله من العطية. بالأمس أبويا حيدر الكرار معروف صاحب الهيبة والكرم والجود موصوف، لولا ذبيه الخايف يأمن من الخوف، والكون كله يستضب غرة جبي، إلا ربى يتامكم علي، أبوي ربى يتامكم ونسوتكم حماها، أيوية سكن أبويا جوعها وأرواض ضماها،
هذا الجزء السلبون من زينب رداها بالأمس بمعزة وهاليوم ولينا بس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة اللهم لا تشمت بنا الأعداء ونزلوا بعدها الرأس من علي قناة فوق الرمح ويلاحظ حريمة وبناتة كل ما سمع طفلة وندير عينان بالله يا هالكوفان ذوبتوا فادي أنا قلبي انتحل من غربتي وفقدت أولادي هذا علينا حرم جدنا الهادي إن كان عندش زاد يا عمة طعمينا تتذكرها عزها أيام الإمام وجبريل من ساير خدمنا في المدينة والأملاك تتبارك بنزلتهم علينا وما حد نظر شخصي من العالم بعينا واليوم أدخل مجلس الطاغية الأفاق اتمنيت لا عشنا ولا شفنا ابن زياد يوم مع الأيتام دخلونا يا أبي الأقياد وضيعتي يا حسين شمتت بي الحساد ترضى يدخلون المجالس مع يتامى هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدق الأنذال اللهم صل وسلم اللهم اجعلنا وإياكم في هذا الشهر من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين فرج عنا أقضي حوائجنا اشفي المرضى داوي الجرحى عافي المبتلى رد الغرباء إلى أوطانهم سالمين وفرج اللهم عن الأسرى المعتقلين بحق الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ونهدي ثواب المجلس إلى أرواح المفقودين الحاج حسن حسن علي القبيطي وسيد جعفر سيد محسن وإلى شهداء القديح وإلى شهداء القديح والدمام عندنا شهداء 22-23 وعندنا في الدمام بعد هذا الأسبوع فجعنا بهم والد السيد حميد كذلك ووالد السيد حميد وكذلك والدة السيد حميد وإلى أرواح الشهداء وأرواح العلماء وأرواح المؤمنين والمؤمنات جميعا نهدي لهم ثواب الفاتحة بسم الله.